بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 12 في شرح متن النبذة في الفقه الشافعي للعلامة السيد عبد الرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تيمم عن الحدثين في الوجه أي واليدين. كان هذا آخر ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي، وذكرنا فيما سبق أن أركان التيمم 6، وهي قصد نقل التراب ونقل التراب ومسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين، وقبل ذلك نية الاستباحة والترتيب. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض شروط التيمم، فقال رحمه الله تعالى: بتراب طاهر خالص له غبار. أشار رحمه الله تعالى إلى أن من شرط التيمم أن يكون بتراب، فلا يجزئ غير التراب في التيمم، وشرط هذا التراب أن يكون ترابا طاهرا أي غير نجس، فلا يجزئ التيمم بتراب نجس. والشرط الثاني في هذا التراب أن يكون ترابا خالصا أي غير مخلوط بغيره، فلا يصح التيمم بتراب خالطه غيره كدقيق أو قص وإن قل. والشرط الثالث في هذا التراب أن يكون التراب له غبار، فأما ما لا غبار له فلا يصح التيمم به، ويصح التيمم أيضا برمل له غبار. ويشترط في التراب أيضا أن يكون غير مستعمل، والتراب المستعمل هو ما بقي بالعضو أو تناثر منه، أي ما بقي في عضو التيمم كالوجه أو اليدين أو تناثر منه، أي من عضو التيمم. ولذلك يمكن أن نقول إن شرط التيمم التراب، ويشترط في هذا التراب 4 أمور: الأمر الأول أن يكون التراب طاهراً، والأمر الثاني أن يكون التراب خالصا، والأمر الثالث أن يكون التراب له غبار. وهذه شروط 3 ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهنالك شرط الرابع، وهو أن يكون التراب غير مستعمل، وتقدم أن معنى المستعمل ما بقي بالعضو أو تناثر عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: بنية استباحة الصلاة. وهذا إشارة منه إلى أحد أركان التيمم، وهو نية الاستباحة، فلا تجزئ نية رفع الحدث في التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث. وإذا أراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة، فإذا نوى استباحة الصلاة فقط فإنه يستبيح النفل دون الفرض. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شرط ثالث من شروط التيمم، وهو ما قال فيه أن يعيد التيمم لكل فرض. وقوله أن يعيد التيمم لكل فرض أي لكل فرض عيني، سواء كان هذا الفرض العيني أداء وهو ما فعل في وقته، أو كان قضاء وهو ما فعل بعد وقته، حتى أنه لو جمع بين صلاتي فرض، كما يحصل مثلا لمن يجمع بأحد أسباب الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فإنه يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة من الصلاتين. وقوله لكل فرض المراد لكل فرض عيني، أما لو كان الفرض كفاية فإنه يجزئ أن يجمع
بين فرض عيني وصلاة الجنازة مثلا، لأنه حينئذ يجمع بين فرض عيني وصلاة وفرض كفاية، وليس بين فرضين عينيين. ولذلك نقول له أن يجمع بين فرض عيني وصلاة جنازة، لكون صلاة الجنازة فرض كفاية، حتى وإن كانت في بعض الأحيان تتعين إذا لم يوجد غير الشخص ليصلي على الجنازة. وللتيمم شروط أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا المختصر الذي وضعه ليس وافيا بجميع الشروط والاحترازات. فمن تلك الشروط التي لم يذكر المصنف دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل الوقت، فلا يتيمم لصلاة الجنازة إلا بعد غسل الميت مثلا، ولا يتيمم لصلاة الظهر إلا بعد زوال الشمس، ولا يتيمم لصلاة المغرب مثلا إلا بعد غروب الشمس، وهكذا. وقل نفس الكلام في الصلوات النوافل، لا يتيمم لها إلا بعد دخول وقتها. والشرط الثاني طلب الماء بعد دخول الوقت، لا بد أن يطلب الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإنما يقال للشخص أنه لا يجد الماء إذا طلبه، ولا بد أن يكون طلبه للماء بعد دخول الوقت، سواء طلب الماء بنفسه أو طلب الماء بمن أذن له. وشرط ثالث لم يذكره المصنف، وهو إزالة النجاسة قبل التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة، ولا إباحة للصلاة مع وجود النجاسة. فهذه بعض الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهنالك شروط أخرى غيرها يمكن أن ينظرها الطالب في المطولات. ويسن للتيمم التسمية فيقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويسن نفخ التراب بعد الضرب، ويسن تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين، ويسن الموالاة، ويسن نزع الخاتم في الضربة الأولى، أما في الضربة الثانية فإنه يجب نزع الخاتم، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب. ويكره تكرار المسح في التيمم بخلاف مسح الجبيرة، فيسن تكراره عند الرملي خلافا لابن حجر. ويبطل التيمم بأحد ثلاثة أشياء، الأمر الأول ما أبطل الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. والأمر الثاني رؤية الماء لفاقده، أما العاجز عن استعمال الماء فإنه إذا رأى الماء فإن تيممه لا يبطل، لأن وجود الماء وعدمه في حقه سواء. فنقول رؤية الماء لفاقده قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، إذا كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، كالصلاة في موضع يغلب فيه وجود الماء كالحضر، فهذا هو الأمر الثاني الذي يبطل التيمم. أما إذا كان في الصلاة ورأى الماء لكن كان في موضع يغلب فيه عدم الماء كالصحراء مثلا، فإن تيممه لا يبطل، وإن كان الأفضل هو أن يقطع الصلاة ويستعمل الماء ويصلي. والأمر الثالث الذي يبطل التيمم هو الردة، والردة لا تبطل الوضوء ولكنها تبطل التيمم، ولذلك قال صاحب الزبد وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.